استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا قدمه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية حول آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة. وأكد مدبولي على حرص الحكومة لنجاح التجربة المصرية في مجال صناديق الاستثمار في الذهب، وذلك من خلال توفير الإطار التشريعي والقانوني المنظم لتلك الصناديق، بما يوفر فرصا استثمارية غير تقليدية للمواطن تمكنه من الحفاظ على قيمة مدخراته، الأمر الذي يسهم بشكل واضح في تحويل الذهب من مجرد سلعة إلى أداة استثمارية يمكن التعامل عليها بكل شفافية وسهولة من خلال تلك الصناديق، وتحت إشراف ورقابة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين.